بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا نادور سيتي دي فغنغ الفضاء نهار الفضاء العام باش قني اجلي استطلاع نشين بعدا نفاح لاول مره نتفق واني الحجر الصحي نطغي من نهار هذه القهوه نتحسب لي ندور على الحياه الطبيعيه ما نشكيو ذا نفاح مره. الحمد لله ديني الشروط الوقائيه دين التباعد بين الزملاء انت ولا حتى اصحاب ارباب المقاهي طبقا التعليمات النظافه وريانت وانا مش النظافه ديال المستوى. الحمد لله ودنا متفاهمين الوضع ونشتعبر خير فينا شي عجبه الحال. نتمنى سيدي ربي خير يبعد البلاء يقع نهائيا والحمد لله الامور تقال عاديه نحسيج الحريه تغا تنقص زين غطاس وانما الحمد لله توريغ وذن مرة فاحان مرة فغان تندين تعمار قهوي عمانت نرنشي نخس خدام من النغ العم النغ الدور نغر خدمة سنة خدمة طبيعيين لان ثلاث شهور وذن ديال الحجر الصحي يقصح شويت خصو يزدي جنها باش وذن تفغن خدمة شويت نشي نعاود كذلك انفغ الفضاء النغ العامة لنشين لهاد الاسر هذي وذن مره باش ان شاء الله نحس باللي كانت عايشه الحياه عاديه. وشكرا نادور سيتي خلخر جايه تلقى نهارا غانغ باش اتكسي الاراء النغ. شكرا جزيلا. السلام عليكم، معكم شاف ايمان مدينه النادور المسؤول عن مطعم فوق. الحمد لله اليوم اول نهار بعد الافتتاح من بعد ثلاث شهور ديال الجائحه ولله الحمد الله يرفع علينا هذا الوباء. كما صرحت الدولة عطاتنا تصريح أننا نقدروا نستقبلوا الزبناء 50%. الحمد لله الأمور دايزة بسلام، تقادينا كاع الإجراءات ديال النظافة ومعايير السلام والتباعد بين المسافات بين الكليان اللي هي التباعد ديال المتر ونص. الحمد لله وكنتمناو من لي كليون يتفهموا هذا الشيء هذا ويعاونونا حتى هما باش ما يوقعوش مشاكل. ومرحبا بالجميع والله يوفق الجميع ان شاء الله والله يرفع علينا الوباء حتى ترجع لينا الحياه الطبيعيه ديالنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مع عبد الرافع الطلحاوي مسؤول قهوه فانكوفر. نهار مشتور نهار مزوارو ينطلق ناظم على حسب القرار وزاره الداخليه ناظم 50%. الحمد لله نلتزم مارس التعليمات ديال الغنين ليسباس جات طبره طبره متر ونص المواد المعقمه الكمامات خدامين الليكات خدامين نتعقم الكاس الطوبر مما يقبش عليه الجن هذيك كان عقب عاود الكاس الطوبر اللي طاس مارك واش تعقميت. الحمد لله كنلتزم ونهار ذا مزوارو نتمنى ان شاء الله عدد الامور مليح ان شاء الله غنعرف عبي الجائحه هي باش نعقب عاود تدريجيا نعقب شي خطوه مزوارو نعقب 100%. السلام عليكم، كوم ابراهيم بارمان فانكوفر. نهار ان شاء الله نستنف العمل النغ نتمنى زي خدام المار نلتزم الاحتياطات اللازمه الزيت نشبع ذا نتاحف مارس والنيديوسين نتمنى الزيت ان شاء الله مارة تلتزم الكينغ الزبائن النغ. نتشكر نادور سيتي فانغ ديوسين باش غادي يظهر الاحترازات اللي تقداني تادي كافي فانكوفر وشكرا. المهم من بعد الرفع ديال الحجر الصحي الامور دابا راه رجعات شويه مزيانه. حنا راه هاد النهار فتحنا واخدين المسائل الوقائيه ديالنا دايرين كاع الاشارات دايرين المسائل ديال التعقيم دايرين المسافه ديال البعد وكنتمناو من الله ترجع الامور لمجاريها وتقاد الامور تولي كما كانت وكنتمناو حتى من السلطات حتى هي تفكر فينا كشغيله ديال هذا القطاع وكنتمناو غير الخير. هذا الشيء اللي كاين.